بحضراتكم من جديد، ولسه بنعيش حضراتكم اجواء لقاء الاهلي بكره، الاهلي والترجي في رادس. خلونا كده نتابع مع بعض المؤتمر الصحفي اللي قبل اللقاء ونشوف كولر اتكلم قال ايه، وكمان الشناوي. Ja, wir freuen uns, dass wir das Finale erreicht haben. Wir haben eine sehr gute Champions League-Qualifikation gespielt und sind jetzt hier in Tunis in diesem ersten Finalspiel. Wir freuen uns, oder ich freue mich auf dieses Spiel, auf dieses Finale. Es sind zwei hervorragende Mannschaften, die das natürlich auch absolut verdient haben, in diesem Finale zu stehen. Und dementsprechend, wenn man im Finale ist, möchte man natürlich auch gewinnen. Und ja, wir werden alles tun in diesen zwei Spielen, um das möglich werden zu lassen. سعداء جدا ان احنا هنا، سعداء جدا بالوصول النهائي. عملنا بطولة كبيرة، تعبنا كتير عشان نقدر ان احنا نبقى موجودين هنا في النهائي. قدامنا مباراة مع فريق قوي جدا، فريق كبير. اعتقد الفرقتين استحقوا الوصول للنهائي، واعتقد ان هما الاثنين قدموا بطولة كبيرة جدا الاثنين، واعتقد ان هما احق فرقتين بالوصول للنهائي. الوصول النهائي معناه دايما ان انت عندك الطموح ان انت تاخد البطولة، وبالتالي احنا هنعمل كل اللي في وسعنا، هنأدي كل شيء حتى نحصل على البطولة في الماتشين ان شاء الله. عندنا ماتش هنا وماتش في القاهرة، وبالتالي هنأدي كل اللي علينا قدر الامكان للحصول على البطولة في الماتشين ان شاء الله. السلام عليكم. الاول طبعا احنا كلعيبه وكنادي اهلي طبعا احنا مبسوطين جدا ان احنا موجودين هنا واصلين النهائي خامس مرة على التوالي. احنا بالنسبة لنا دي حاجة، تعبنا الفترة اللي فاتت بشكل كويس عشان نوصل النهائي، واحنا عارفين المباراة صعبة. احنا عندنا 180 دقيقة، عندنا شوط أول هنا في تونس وشوط تاني إن شاء الله في مصر. إن شاء الله يبقى معنا التوفيق بكرة إن شاء الله، وجاهزين بشكل كويس جدا للمباراة بكرة. احنا محضرين بشكل كويس، إن شاء الله يبقى معنا التوفيق وإن شاء الله ناخد البطولة ونرجع نرفع الكأس إن شاء الله في مصر. Thank you. Shukran. Please, question. شكرا. حسن الغربي وكيت لمبي تونسية. عندي سؤالين للكوتش مارسيل كولر وسؤال للكابتن محمد شناوي. بالنسبة للكوتش كولر، الفرق بين نهائي يعني مقابلتي الترجي السنة اللي فاتت 2023 و2024، وحسب رأيه شنو هو الفرق بين أهلي 2023 و2024 وترجي 2023 و2024؟ Dass wir hier 3-0 gewonnen haben, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, dass keine Zuschauer im Stadion waren. Und ja, auch damals natürlich auch schon eine gute Mannschaft mit dabei war. Und jetzt sind wir im Finale, das ist natürlich nochmals eine Kategorie höher. Und Esperance hat auch gute Spiele gezeigt. Und ich habe fünf Spiele angeschaut. Ich habe natürlich auch gesehen, dass sie sehr gut spielen können. Und es ist vor allem natürlich morgen auch in diesem Heimspiel, werden sie alles tun, um das Spiel zu gewinnen. Und, wir müssen bereit sein, müssen dagegenhalten, müssen wissen aber auch, wie unser Captain das schon gesagt hat, dass es zwei Spiele gibt. Und schlussendlich wollen wir nach diesen zwei Spielen besser dastehen als unser Gegner. احنا السنة اللي فاتت جينا هنا، طبعا الموضوع كان مختلف تماما، النهائي غير لما تلعب في ادوار اقصائية. كسبنا هنا 3-0، عملنا ماتش كبير جدا السنة اللي فاتت، كنا بنلعب فريق كبير. يبقى الترجي مين اللي بيلعب دايما؟ الترجي فريق كبير، فاحنا عملنا مباراة كبيرة. طبعا كان في فرق كبير ان ما كانش في جمهور حاضر السنة اللي فاتت، فده برضه فرق السنة دي. لكن اعتقد ان انا اتفرجت على الترجي كتير، الترجي السنه دي مختلف عن السنه اللي فاتت، في تطور كبير، في تحسن كبير، في اشياء كتير.
انا اتفرجت على 5 مباريات للترجي لغايه دلوقتي، وشايف ان في طبعا الترجي بيلعب كويس جدا، استحق الوصول للنهائي. النهائي دايما بيبقى كاتيجوري اعلى كتير من الادوار الاقصائيه. طالما وصلت للنهائي فانت فريق اقوى، فانت فريق افضل من الفرق القاره، وبالتالي كمان في النهائي الدوافع بتبقى مختلفه، بيبقى الفريق عايز، كل فريق عايز ياخد البطوله. فاعتقد طبعا ان الماتش بكره هيبقى مختلف تماما، هيبقى محتاج مننا تركيز كبير. وزي ما كابتن الفريق كابتن الشناوي قال، احنا بنتكلم على ماتشين مش ماتش واحد، في مباراه بكره وفي مباراه ان شاء الله الاسبوع القادم في القاهره. لازم نبقى مفكر دايما ان هم 180 دقيقه، هنقدر هنحاول نعمل كل شيء عشان في ال 180 دقيقه نكون افضل من الترجي. ده الهدف بتاعنا ان شاء الله عشان نقدر نحن ناخد البطوله. شكرا. بالنسبه كم سؤال اسال هم للكابتن؟ لا عشان كم انا بقول قلت منظر، عشان كم سؤال ثاني للكولر؟ لا ما فيش ثلاثة سؤال، في سؤال عايش الشناوي، في كولر بس تعسفت علي منظر. مرحبا بك كابتن شناوي. كابتن شناوي، بالرصيد الخبره اللي عندك الكبير والمشوار المتميز مع الاهلي في النهائيات وفي التتويجات القاريه، ما هي ميزه او سمه هذا النهائي مقارنة بالنسبة للأهلي بطبيعة الحال وبالنسبة للشناوي مقارنة بالنهائيات الفارقة؟ أكيد طبعا النادي الأهلي طبعا دايما على طول الحمد لله، يعني اللي هو موجود على طول في النهائيات. الفترة اللي فاتت 5 نهائي على التوالي زي ما أنا قلت. بالنسبة لنا النهائي ده احنا بنفكر في بكرة على طول. في النادي الأهلي دايما على طول ما بياخد بطولات بيحطها ورا ظهره على طول، بنحطها خلاص في الدواليب، بنفكر على طول في البطولة اللي جاية. طبعا أكيد بالنسبة لنا بنلعب أي فرقة من شمال أفريقيا، وبالنسبة أكيد طبعا زي نادي الترجي، نادي كبير وليه شعبية كبيرة وجمهور كبير، أكيد طبعا إحنا بنديله أي احترام كبير جدا. وبالنسبة لنا الماتشات عامة بتاعت شمال أفريقيا عامة بتبقى ماتشات صعبة، بنبقى قريبين من اللغة وقريبين من اللعب مع بعض، عشان كده ده الاختلاف في النهائيات التانية. بنيجي نلعب فرق أفريقية، ده الاختلاف يعني. وإحنا كده كده عاملين احترام جدا لفرقه الترجي، وان شاء الله زي ما قلت يبقى معانا التوفيق بكره اهم حاجه. واحنا عندنا ماتشين، الماتش الاولاني الشوط الاولاني بكره هنا، يبقى معانا التوفيق نرجع بنتيجه ايجابيه، والماتش الثاني ان شاء الله في مصر ربنا يكرمنا. شكرا. نافع بن عاشور بي ان سبورتس. سؤال طبعا الكوتش كولر وسؤال الكابتن شناوي. نبدا بالكوتش. طبعا سؤال الكوتش، انه الاهلي ربما المرشح الاكبر للتتويج بالبطوله، فريق يصل للنهائي للموسم الخامس التوالي من اجل لقب رابع في 5 سنوات، خبره اكثر من الترجي، اخر 4 مواجهات فاز على الترجي ذهاب واياب، رصيد الخبره في الفريق، وهو حامل لقب افضل من الترجي بكثير، الترجي بصدد بناء فريق، هل هذا يضع الاهلي في وضعيه المرشح؟ Ja, also es sind zwei Spiele. Also es, auf der einen Seite ist natürlich Erfahrung wichtig. Ja, es ist wichtig in Auswärtsspielen, es ist wichtig in Finalspielen. Aber schlussendlich sagt das noch nicht darüber aus, dass man das Spiel auch gewinnen kann. Es sind, wie gesagt, 2 Spiele und es werden 2 intensive Spiele geben. Aber wer dann schlussendlich gewinnt, das steht noch in den Sternen, das wissen wir noch nicht. Und wir wollen alles dafür tun, aber rein nur die Erfahrung wird das Spiel sicher nicht entscheiden. مش شايف الامور بالشكل ده. الفرقتين اقوياء ليهم نفس الحظوظ. الخبره اكيد الخبرات بتفرق في الملعب، ممكن تديك بعض الافضليه، لكن في النهايه كره القدم لا تعترف لا بالتاريخ ولا بالخبرات، كره القدم تعترف فقط بالاداء في الملعب. الفرقتين كبار، حظوظهم متساويه، الماتش هيبقى صعب جدا، هيبقى التنافس قوي، هيبقى المستوى متقارب.
فبالتالي انا مش شايف ان الاهلي حظوظه اكبر بالشكل اللي حضرتك بتتكلم فيه. انا شايف الفرقتين حظوظهم متساويه لان ماتشات النهائي تلعب ولازم انها محدش يقدر يعرف الغيب او يقدر يعرف مين اللي هيكسب في الماتشات النهائيه. الاداء في الملعب هو ده المحك، وده اللي احنا هنحاول نعمله، ان احنا ان شاء الله نبقى افضل ونادي كل اللي عندنا عشان نكسب المباراه، لكن احنا ما لناش افضليه على حد، احنا فرصنا كلها متساويه. سؤال للكابتن الشناوي. محمد، الثالث نهائي بين الفريقين، اكيد وانه الافضليه الاهلي في المواجهات المباشره بين فريقين، لكن في النهائي كل فريق توج بلقب، الاهلي في 2012، ترجي 2018، اكيد وانه نهائي ثالث سيكون مثير الخبرات كما تحدثت للكابتن للاهلي، لكن هل شطرني راي انه النهائيات هذه دائما تكون مثيره ذهاب واياب؟ اكيد طبعا مباراه النهائي بتبقى مختلفه تماما عن الادوار اللي قبل كده. بالنسبه لنا احنا عندنا خبرات، وصلنا زي ما قلت نوصل النهائي كتير الفتره اللي فاتت الحمد لله، يعني ده اهم حاجه. بس ماتشات النهائي بنلعب اي فرقه قدام اي فرقه بيبقى الماتش مختلف تماما. بتلعب 180 دقيقه زي ما قلت، الشوط الاولاني على ارضهم، الماتش الثاني على ارضنا، جمهور بيبقى عامل فرق كبير طبعا. بس في الاول وفي الاخر احنا خدنا على المرحله ديت اللي احنا نلعب في وسط جمهور، ونلعب واحنا بنحب ان احنا نلعب في وسط جمهور في تونس في اي حته في البلاد الافريقيه. بالنسبه لنا بتبقى حاجه كويسه جدا، اللي في الاول وفي الاخر اللي بيلعب واللي بيكون محضر بشكل كويس واللي يكون مركز بشكل كويس ومدي الفرق احترامها، ده اللي بيفرق في الملعب. واحنا بندي احترام جدا لفرقه الترجي، وهم اكيد طبعا مدينا احترام كبير جدا، اللي احنا برضو يعني وصلنا خمس نهائيات، طبعا هم مدينا احترام جميل جدا. واحنا في الاول وفي الاخر احنا بنقول الماتشات النهائي ملهاش يعني توقعات، احنا اهم حاجه نجتهد ونشتغل واحنا بنحضر بشكل كويس. وزي ما قلت يبقى معانا التوفيق بكره وان شاء الله، ويبقى معانا التوفيق في مصر ان شاء الله. احمد المسيري، قنوات اون تايم سبورتس. سؤال المستر كولر. الاهلي محليا حقق نتائج اكتر من رائعه في الفتره الاخيره، في المقابل الترجي حقق نتائج سلبيه، شايف ان ده ممكن ينعكس على النهائي غدا؟ والسؤال للكابتن شناوي ككابتن وقائد للفريق، ايه النصايح اللي دايما حابب تنقلها للاعبين اللي بيشاركوا لاول مره في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ Nein, denke ich auch nicht. Also Champions League-Finale ist wieder was ganz anderes, und mein Esperance ist ja auch vorne mit dabei, und der Trainer hat ja auch den ein oder anderen Spieler eine Pause gegeben. Also ich glaube, das wird ein ganz anderes Spiel, und man kann es nicht damit vergleichen mit einem Meisterschaftsspiel. مباريات الدوري لا يمكن مقارنتها على الإطلاق بنهائي دوري الأبطال. دوافع مختلفة، المستويات بتبقى مختلفة كمان. أنا عارف إن المدرب أولا الترجي هو المتقدم في جدول الترتيب في الدوري التونسي، وكمان المدرب أراح عدد كبير من اللاعبين في الماتشات اللي فاتت في ماتش الكاس، فبالتالي مش معيار ولا مقياس خالص الماتشات اللي فاتت. ماتش النهائي دايما دوري الأبطال بيبقى مباراة مختلفة، أجواء مختلفة، دوافع مختلفة، لا يمكن مقارنته على الاطلاق بالمردود اللي كان في الماتشات المحليه. بالنسبه لسؤال حضرتك، طبعا احنا كباتن فرقه موجوده في النادي، بنتكلم مع الفرقه، بنقعد نتكلم معاهم، احنا بنحترم اي فرقه كبيره صغيره، احنا بنشتغل نفس الشغل بالظبط، نفس الكلام، نفس كل حاجه. طبعا ده نهائي، بس في الاول وفي الاخر احنا زي ما قلت بنحترم كل الفرق. هو نفس الكلام، بيبقى فيه طبعا خبرات اللي موجوده من اهلهم وبنقول لهم عليها وبنقول لهم ايه اللي هيحصل والكلام ده كله، كل السيناريوهات. عشان كده بنحضر بشكل كويس للمباراه، ومعتقد ان احنا محضرين بشكل كويس، بس يبقى معانا التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. سؤال فقط لحارس مرمى الكابتن الشناوي، اهلا وسهلا بيك. علي معلول خذ شارة القيادة سابقا مع فريق الأهلي خلال هذا الموسم، وانا نعرف شارة القيادة يعني تنطلق منحة من غرفة الملابس وغرفة وحجرات الملابس، يعني لو ممكن كلمة عليك كيفاش تسلم شارة القيادة، وكلمة على قيمة علي معلول في خوض المقابلات النهائية على غرار نهائي رابطة الأبطال. شكرا. ممكن اه
اكيد طبعا علي معلول قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي، يعني كل الناس وبالنسبه للجمهور. علي معايا بقاله داخلين دلوقتي في 8 سنين، احنا الاثنين جايين مع بعض داخلين النادي مع بعض. انا من ابن النادي الاهلي، وده حاجه شرف ليا. وهو علي دلوقتي مع في النادي بقاله 8 سنين، بالنسبه لنا قيمه كبيره، وحقه ان هو يلبس تيشيرت الكابتنه اللي كان في الماتش اللي لبسها فيه. طبعا احنا كلنا كنا مبسوطين جدا ان هو يلبسها، ان واحد من كباتن الفرقه وبتساعدني في الفرقه ومن كباتن اللي موجوده كلاعيبه كبيره، واحنا مع بعض على طول وبنتكلم مع بعض كتير. وهو بالنسبه لجمهور النادي الاهلي حاجه كبيره جدا، ومعتقد برضو في تونس علي معلول هنا اسم كبير. انا لو كلمت على علي معلول ممكن اتكلم لبكره الصبح، يعني عشان هو مش بالنسبه لي كلاعب، لا هو اخ واكتر من اخ كمان، عشان احنا بقالنا 8 سنين مع بعض. انا بالنسبه لي علي مهم جدا في الفرقه بخبراته، يعني انا اكن ان هو طبعا تونسي بس اكن هو مصري بالنسبه لنا. وانا طبعا يعني علي بيبقى واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، وتاريخ النادي الاهلي عمل تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي، ودايما على طول مع بعض، ودايما بناخد بطولات مع بعض، ودايما ناخد كمان بطولات اللي جايه ان شاء الله. ويعني لو كلمت زي ما قلت هتكلم لبكره الصبح، يعني ده حقه ولازم نقوله. وهو طبعا من كابتن الفرقه، ويعني يا رب دايما يبقى موجود وعلى طول بيجيب بطولات معانا. Last two question is احمد فارس الحوار التونسي. نقولوا انه تقريبا الرصيد البشري في اي فريق يكون نعمه، لكن بعض الاحيان يتحول، ما نحبش نقول نقمه، وانما اشكاليات للمدرب. اليوم هل تجاوز الاهلي المصري اشكاليه الشناوي الاسم الكبير خاصه مع شوبير؟ كيفاش قاعدين توفقوا في الاختيار في الدور النهائي كما كان؟ وجود الشناوي القامه الكبيره باش يكون هو اساسي في مباراه النهائي او لا؟ ممكن بقى نجلس هنا. بليل فطومة قناة حنبعل. بالنسبة للكابتن الشناوي، حبيت نسألك، أنت خضت قبل نهائية ضد الترجي، شكون من لاعبي الترجي اللي بالنسبة ليك تخاف منهم كحارس مرمى؟ اللي قاعدوا في بالك في الوقت الحالي يعني؟ ايوه. لا الوقت الحالي بالنسبه لي الفرقه كلها متغيره، يعني ما فيش حد بالنسبه لي. الفرقه لما نيجي نحترم الفرقه الترجي بنحترم الفرقه ككل، ما بنحترمش كافراد. يعني احنا بنحترم الفرقه، بنحترم اللعيبه كلها، وبنتفرج على الفرقه كلها. احنا بالنسبه لنا كنادي كبير الحمد لله، يعني الحمد لله احنا ما بنخافش من حد، واللعيبه كلها بتحترم كل لعيب في الفرقه، وبتحترم النادي الترجي كله عامه. يعني السؤال الثاني وسام بن حسين. Last question please. وسام بن حسين راديو إيه؟ سؤال أخيري. تفضل. وسام بن حسين راديو إيه فهم. سؤال الكابتن شناوي، مباراة غدوة باش تدور قدام حضور جماهيري كبير. مساج منكم مساج الجمهور الأهلي، وكيف كيف شنو تستناو بعد الضغط الكبير؟ أكيد الأهلي ينجم يخرج من الضغط بتاع الجماهير الكبيرة كما جمهور الترجي.
اكيد طبعا مباراه قويه جدا. النهائي انت حضرتك بتتكلم عن النهائي، ان كده كده الجمهور بتاعنا وجمهور الترجي بالنسبه لنا احنا تعودنا خلاص على الضغط ده، بقى لنا فتره كبيره جدا، واللعيبه اللي موجوده اتحطت في المواقف دي قبل كده، واحنا زي ما قلت احنا بنحب نلعب في مباريات فيها جمهور كتير، بنبقى سعداء ان يبقى في جمهور هنا في مصر او هنا في تونس. اللعيبه اتعودت على كده وخلاص، يعني ما فيش حد عنده الرهبه ان يبقى في جمهور في الملعب، لا ما عندهمش الرهبه خالص. واهم حاجه المباراه تطلع بشكل كويس، والنتيجه لسه في ماتشين، شوط هنا وشوط هناك، وان شاء الله الماتش الثاني يبقى بالنسبه لنا يبقى عندنا التوفيق وان شاء الله ناخد البطوله. Thank you for coming and your attention. Official training is at 8 o'clock in the stadium, open 15 minutes. Thank you. Please,